قول لي الاول يا افندم، انت طلعت الست الهانم اللي رحت تهببت وجوزتها دي ولا لا؟ في الحقيقه عمي لسه. لسه؟ امال جاي ليه؟ مستني ايه؟ تكونش مستني لما بارك لك؟ ما هو يا عمي لما اتاكد الاول ان رشيده هترجع بيتها. يا جدع انت بنت ترجع بيتها ازاي وانت متجوز غيرها؟ الله، يعني انت مخلي اللي اتجوزتها دي ستبن؟ يعني لو بنتي زرجنت وما رجعتش بيتها هتفضل مخلي اللي متجوزها دي مش كده؟ لا لا يا عمي، اوعدك اول لما ترجع البيت اول حاجه هعملها هوري لها ورقه الطلاق. انت عارف انا ما اقدرش على زهق رشيد ابدا. يا برودك يا اخي يا جبلتك، ايه الكلام الخايب ده؟ انت بتستهبل يا جدع انت؟ ثم انت ازاي تروح تتجوز على بنت؟ ازاي تتجرع اصلا وتعمل عامله سودا زي دي؟ هو في الحقيقه يا عمي اللي كنت عايز اشرحه لك بس انه نوع من انواع الضعف. ضعف؟ ضعف ايه ده يا اخويا؟ ايه هو اللي ضعف ده؟ اسمع يا جدع انت، اتكلم عيد الامار يا عمي، حاول تهدى وتفهم بس. اصل انا حبي للستات ده مرض، مرض يا عمي، وعشان كده رشيده كان لازم تتعامل معاه زي اي زوجه بتتعامل مع زوجها المريض. كان لازم تستحملني. اللهم طولك يا روح، الصبر يا رب الصبر. انت بتخرب بتقول ايه؟ يعني ايه مريض وتستحمل؟ يعني عايزها تشوفك كل يوم مع واحده وتقول معلش معذور عيان؟ لا، انت لازم تعرف انك متجوز واحده محترمه وبنت ناس محترمين. خلاص يا عمي، اعتبر الكلام ده كانه لم يكن، امسحه باستيكه. المهم دلوقتي رشيده هترجع معايا البيت ولا لا؟ اللهم طولك يا روح. يا ابني انت بتستعبط ولا شكلك كده؟ امال احنا من الصبح بنقول ايه؟ في الحقيقه يا عمي مانيش فاكر، هو احنا كنا بنقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اوام نسيت؟ لا لا، اتفضل اتفضل غور من قدامي. انا لا يمكن اوافق ان بنت ترجع لواحد زيك ابدا. انا مش فاكر الان. يا عمي جل من لا يسكت. دماغي، حرام عليك يا ابني، حرام عليك يا ابني. انا مش قايل لك علشان بنت ترجع لك لازم تطلع مراتك التانيه؟ يا ابني حرام عليك، ارحمني دي الرحمه حلوه يا ابني. يا ابني انا عيان وعندي ضغط يا حبيبي. لا سلامتك يا عمي. ريح نفسك يا بابا، ريح نفسك، ده مفيش منه فايده خالص. ده ما انا سامعاه وعمال يلوع فيك علشان ما يطلعش على البيت. ليه بس يا رشيده حبيبتي؟ روح قال لي تقولي الكلام ده ليه؟ ما تقولش يا حبيبتي، اخرس خالص وما تنطقش كلمه يا حبيبتي دي قدامي خالص. انت تعرف معنى الحب وجماله وحلاوته، انت ما تقولش كلمه حب دي قدامي خالص، فاهم؟ حاضر حاضر حاضر، خلاص خلصني بقى يا ابني، خلصني. هتطلق مراتك الثانيه ولا لا؟ لا يا عمي اللي تشوفوه. يلا هتطلق. خلاص هتطلق 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 غصب عني، هتطلق ورجلي فوق رقبتي. خلاص بقى ربنا عوض عليا في الشبكه وفي المؤخر، هدفعه على داير المليم. يا ابني كان لازمته ايه ده من الاول؟ مش مراتك واولادك كانوا اولى بالفلوس اللي بتبعترها دي؟ ولعلمك بقى انا مش هرجع لك الا اذا كتبت لي المطعم باسمي يا استاذ. المطعم ها عملت ايه مع سنيه؟ لقيت دماغها ولا لسه؟ والله انا قلت لها اللي اتفقنا عليه وزياده شويه، وهي بره بتشاور عقلها. لا تشاور عليها ايه، احنا عايزين نخلص من الحكايه دي. الله، احنا ما صدقنا انها جت معانا، ده الحال اتغير من حل لحال تاني. بنلاقي لقمه ناكلها، بنلاقي هدمه نلبسها، ده حتى ازهار بقت 24 قيراط. انت تقعدي تزني عليها ان شاء الله تقعدي تعيطي لها حتى. مش قوي كده يا عبد الفتاح، انا برضو مش عايزاها تحس ان احنا عايزينها تقعد هنا عشان مصلحتنا. مصلحه؟ مصلحة ايه؟ امال معادها عندي ليه؟ عشان سواد عيونها؟ ان كان ليا مصلحة عندها فليها عندي 60 مصلحة، كفاية انها قاعدة تاكل وتشرب، ايه؟ هتنهب؟ جرايات يا عبد الفتاح، هو انا اختي كانت مستنية اكلك وشربك؟ لا لا انا ما اقصدش ده، انت بيت ابوكي ده بيت الخير كله، انا قصدي يعني انك انت تقنعيها يعني انها قاعدة معانا متونسة في وسطينا، احسن ما تقعد لوحدها. خلاص، اتفضل حضرتك، اهي قاعدة بره، روح انت كلمها تاني. لا 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 ما ينفعش. انت برضو كلامك معاها ده ليه طعم تاني، ما ينفعش طبعا. انا بقولك ايه، انت تروحي كده تقعدي معاها تقنعيها وتحطي بقك في ودنها وتاكلي ودنها وتخلصي عليها.
إذا أكل ودانها وخلص عليها. في إيه يا عبد الفتاح؟ أنا قصدي يعني تجيبي من الآخر تقنعيها، وبعدين بقولك إيه، هتقعد معانا يعني هتقعد معانا. كفاية بقى بهدلة، كفاية اللي شفته معاكي. ده أنا أول مرة أشوفك ساعة الظهرية عليك القيمة. نعم يا سعد الفتاح. لا 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 لا، ما اقصدش يعني جيت لقيتك مهتمية بنفسك وقاعدة قدام المراية وبتحطي مكياج وحلوة وزي القمر. بقولك ايه، انت تطلعي بره دلوقتي تقنعيها وتيجي ترد عليا، ها بسرعة، هاتيلي بشارة حلوة كده، انا قاعد مستنيك، بس ما تغيبيش عليا. يلا. ربنا يستر. نسيت اقول لك، عندي ليك مفاجاه جامده. خير يا امي؟ بكره المدرسه عامله حفله بمناسبه عيد الام، يعني مفيش دراسه. الله، ده احلى خبر سمعته. ايه رايك بقى نخرج مع بعض بكره من الصبح لحد ميعاد المدرسه؟ نروح فين؟ نروح اي حته تختاريه. تيجي نروح جنينه الاسماك ولا جنينه الحيوانات، اي حته، بس المهم نكون مع بعض. ايوه يا فؤاد، بس انا خايفه حد يشوفنا. طيب، عايزه مني حاجه دلوقتي؟ انا هروح المحل. انا مش فاهمه انت مستعجل على الزفت ده ليه؟ امال مين اللي هيشيل الشنطه دي؟ الخدامه بتاعتك؟ لا يا فندم، انا الخدام بتاعك، انا اللي هشيلها تحت امرك. طب يلا اتفضل شيلها وتعالى ورايا. حاضر، هشيلك انت وابوكي والعيال، ما انا ورايا ايه تاني؟ انا تحت امرك. انت بتتريق عليا؟ انا اقدر اتريق؟ ده انا اولع صوابعي كلها شمع عشان حضرتك. اتفضلي يلا يا اخويا، يلا يلا حبيبي، ما تقفش كده، يلا اتفضل تعالى ورايا. يلا اتفضلي اتفضلي حضرتك، يلا اتفضلي. لا يا امو، مش ضروري نروح الشغل احنا. اطلع حبيبي، اطلع اطلع يا اخويا، عارف هوكلكم منين كلكم. اتفضل. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، وحشتيني قوي. وانتي كمان، منوره بيتك يا حبيبتي. اهلا اهلا بيك. يلا يا ولاد تعالى، خش خش يا حبيبي خش. ما تبقي تعقلي صاحبتك دي. اعقل انت الامر، مراتك بنت حلال ومش هتلاقي ضفرها. ما انا كمان طلقت مراتي علشانها، دي كانت زي القمر. قمر ايه؟ دي كانت احلى من القمر كمان، ده انا دفعت فيها 3000 جنيه كاش. انما انا اعمل ايه بقى؟ ماليش فيها نصيب. خش خش يا ابني خش. ادعي لي. مفيش فايده فيك يا عبد المعطي. الراجل عبد المعطي ده مفيش فايده منه. هو مش مراته خلاص رجعت معاه؟ ايوه. خلاص ربنا بقى يهدي سرهم هما الاثنين. بس اللي انا مش قادر افهمه، ازاي راجل قلبه يطوعه يبص لواحدة تانية غير مراته؟ في رجالة كتير كده. لا يا سمير، لا بقى انا مش معاكي، دول ما تقوليش عليهم رجالة. الراجل المظبوط يبقى قد مسؤولية اختياره. حد ضربه على ايده عشان يتجوز رشيدة؟ لكن حيث اتجوزها لازم بقى يحافظ عليها ويخلي باله منها ويراعي كرامتها ويبقى قد مسؤولية الاختيار وقد ارتباطه بإنسانة محترمة. ده في رجالة تتجوز مرة واتنين وتلاتة كمان. أيوة، ما قلناش حاجة. ما هو ده شيء ربنا حلله، بس برضو ربنا سبحانه وتعالى حذرنا ونبهنا. وبعدين يا سميرة، النهاردة تربية أسرة وبيت مسؤولية خطيرة جدا، حاجة كبيرة قوي. ده تربية ولد واحد بس تسوى بلد بحالها. لكن أنا مش قادر أفهم إزاي راجل يحب اتنين في وقت واحد. كيميائيا على الأقل مش ممكن. الحب الحقيقي يا سميرة عمره ما يضعف أو يفتر أو يتغير مهما كانت الإغراءات. الحب الحقيقي يفضل جوه الإنسان لما بيحب إنسانة، يفضل جواه طول عمره. في الأكل ممكن أنوع، مسموح لي أغير زي ما أنا عايز، مرة بطاطس، مرة ملوخية، مرة بسلة، ماشي مسموح. بس لما أحب إنسانة بيبقى جمالها هو جمال الكون كله بالنسبة لي. بسمع في صوتها الأمان والسكينة والراحة، ولما تبعد عني بتوحشني. ده وهي قريبة مني بتوحشني. تعرف يا سعيد،
أنا بحبك قوي. عارف، صدقيني عارف، بس اللي أنا عارفه ومتأكد منه أكتر إني حبي ليكي يكفي الكون كله بحاله. أنا كل ما أفكر إني مراتك وعايشة معاك بحس إن ربنا بيحبني قوي. لا خليكي عادلة بقى، إن كنت عايزة الحق ربنا بيحبنا احنا الاثنين، وعشان كده هدانا لبعض. يظهر ان سنايا وازهار ناموا. ناموا؟ ناموا ازاي؟ امال احنا جايبين الحلويات دي منين؟ معلش، يبقوا يفطروا بيها الصبح. يا دوب لسه نايمه. اتعشت؟ طبعا، امال هسيبها تنام جعانه ولا ايه؟ احضر لكم تتعشى. لا احنا اتعشينا بره. بقول لك ايه، اما احنا شفنا حته جيم فيلم بتاع مين؟ بتاع ماجده وشكري سرحان. المره الجايه بقى نبقى نروح انا وانت السينما ونسيب عبد الفتاح يقعد مع ازهار. ايه ده، هتشوف الفيلم مرتين؟ ده انا هتجنن عشان اشوفه تاني. لا يا اختي، انا ما اقدرش اسيب ازهار المده دي كلها. الله، ما هي هتقعد مع ابوها يا سنيه. وافرضي بقى صحيت وما لقيتنيش، تفضل تعيط؟ امال يعني هتعمل ايه لو سبتيها وسافرتي؟ خلاص هاخدها معايا وانتوا تعالوا شوفوها هناك. لا يا اختي، انا ما اقدرش ابعد عن بنتي ابدا. وبعدين انت عايزه تسافري ليه بس؟ هو انت مش مبسوطه معانا؟ ايوه، بس انا مش عايزه اكون تقلت عليكم وعبد الفتاح يتضايق مني. يا خبر يا سنيه، انت بتقولي ايه؟ تقلتي ده ايه؟ وعبد الفتاح اللي انت بتقولي انه متضايق منك ده طاير بيكي طير. ايوه، وبيقول لي كمان ان البيت ما بقالوش حس غير سنيه لما جت وقعدت معانا. هو دلوقتي بيعرف ياكل لقمه غير من ايديكي؟ في ايه يا سنيه؟ اختك سنيه مالها؟ سنيه عاوزه تمشي. تمشي؟ تمشي ازاي؟ حد زعلها؟ فاكره يا سيدي انك زعلان ومتضايق عشان قعدتها هنا طولت؟ انا ازاي الكلام ده؟ اذا كنت انا صح في فكره انها تيجي تقعد هنا. عشان كده بقى يا عبد الفتاح انا عايزك تكون لطيف معاها جدا، مش عايزك تكشر في وشها بالمره. طبعا يا حبيبي، دي اختي مش شغاله. وادي انت شايف بنتك اتشعلقت بيها قد ايه، واحنا كمان محتاجين لها قد ايه. من عليا يا سناء؟ ده انا لو مشلتهاش الارض اشيلها فوق راسي. اصل انت ساعات يعني كده بتنسى نفسك وتقعد تكشر وتزعق. لا ابدا، الواحد بس ساعات يعني بيرجع من شغله متضايق شويه، قرفان شويه، مش اكتر من كده. واختي ذنبها ايه يا اخي؟ انت عارف انها حساسه وممكن فجاه تقوم مسافره وسايبانا ونلوص احنا بقى بعدها. وبقول لك ايه كمان، انا عايزاك في كل مناسبه تجيب لها هديه، مفهوم؟ من عينيا الاثنين يا سناء، انت تأمريني. طبعا يا حبيبي من عينيك، دي اختي. وبعدين انت عارف ان ماما عايزاها جنبها النهارده قبل بكره، ولو مشيت ثانيه وسابتنا انا اللي حلوص مش انت. Ha 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 ha.
ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده كله؟ كان فين كل ده من زمان؟ ابعد عني سعادي، انا راجع عشان العيال بس. رشيدة يا حبيبتي، انا عارف اللي انا عملته ده لازم يزعلك، ومن حقك انك تزعلي، بس لازم برضو تفتكري ان انا كنت راجل مستقيم معاكي. يا سلام، مستقيم تروح تتجوز عليا؟ انا ما عملتش اي حاجه غير شرع ربنا. وبعدين يا حبيبتي، ربنا مدينا الحق في 4 ستات، انا اتجوزت 2 بس. ما انا مريض، انا مريض يا حبيبتي، راجل عيان. انا نقطه الضعف اللي فيا هي الستات، ساعديني عشان اخف. ايه يا راجل، ايه يا راجل التخريف اللي انت عمال تقوله ده؟ الله، ده انت فاضل تجيب لي واحده تشاور لي عليها وتقول لي روحي اخطبيها لي. لا 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 لا، كله ايه ده؟ دي بقى عليا انا. نعم. بهزر يا حبيبتي بهزر. وبعدين لازم تفهمي حاجه، انا عمري ما بخلت عليكي. وبعدين انا عمري ما جيت لك بعد نص الليل ماسك الكوبايه وماشي اطوح. اهو ده اللي ناقص. لا انا ما اعملش اي حاجه تغضب ربنا. وبعدين لازم تفهمي حاجه، انا حياتي دي كلها بيتي وولادي، وانت طبعا يا حبيبتي انت كمان فوقيهم كلهم. ايه رايك بقى في كلام جميل ده؟ جميل. روح احضر لك الغدا. رحمتك يا رب. عليا مش حاضر اتغدى معاكي النهارده، هتغدى مع مراتي. عارفة يا أميمة، أنا مش قادر أصدق إن إحنا قاعدين مع بعض لوحدنا. يا سلام لو نفضل كده على طول. معقول اللي أنت بتقوله ده يا فؤاد؟ أنت عايزنا نقضي حياتنا كلها هنا في الكازينو؟ أنا قصدي ما نفرقش بعض خالص. أقول لك حاجة؟ أنا طول الليل بحلم بالمعاد ده، ولما صحيت النهاردة صبح من النوم خفت أكون لسه بحلم، لكن لما شفتك دلوقتي اتأكدت إن دي حقيقة مش حلم. أنا بقى نفسي أغمض عيني وأفتحها الاقيني اتخرجت وقاعد عندكم في البيت وبطلب ايدك من باباكي. وانا بقى بابا ينده عليا وادخل عليك واعمل نفسي مكسوفه. سلام، مكسوفه مني؟ ما هو انا لازم اعمل كده لحسن بابا يفتكر ان احنا متفقين مع بعض. انت عارف ان هو شديد قوي. شديد؟ شديد يعني ايه؟ وانا لا سمح الله جاي اسرق؟ انا جاي اخد حقي. المهم بقى هيسالني، ايه رايك يا اميمه في العريس اللي جاي؟ او ما انا قايلاله ايلال و... طبعا هتقولي له اللي تشوفه يا بابا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت فاكرني ضعفت الشخصيه ولا ايه؟ طب طمنيني بقى، هتقولي له ايه؟ هقول له مش موافقه طبعا. على العموم انا ما يهمنيش تقولي له ايه، انا ساعتها هروح خطفك وهجري بيك على المأذون واتجوزك غصب عنك وعنه كمان. يا ريت يا فؤاد، ده اليوم اللي انا بحلم بيه. بقى دي اخرتها يا عبد المعطي؟ صبي ناقص، وطي حسك من فضلك، احنا في مكان عام. بقى كده تطلعني يا عبد المعطي وغيابي؟ طب حتى خد اديني فرصه واتكلم معايا. يا حبيبتي انا كل اللي عملته ده كان عشان لمصلحتك. مصلحتي؟ مصلحتي انك تطلعني يا عبد المعطي؟ ايوه يا حبيبتي، اصلا انا سمعت ان طليق مستعد يردك تاني. قلبك عليا قوي. ايوه طبعا قلبي عليكي وعلى اولادك وعلى بيتك، عشان كده انا فكرت ان انا اسيبك عشان ترجعي لجوزك تاني ابو اولادك. وانا مش عايز ارجع لك، انا بحبك انت يا عبد المعطي. ما انا بحبك انا كمان يا صافي، بس لازم نضحي، لازم نضحي بحبنا وسعادتنا عشان الاولاد. لازم اسيبك ترجع لهم تاني. وانا مش عايز ارجع يا اخي. يا صافي عالي يا صافي، لازم تعملي زي ما كل ده عشان مصلحه الاولاد. انت بتقول اي كلام ولا ايه؟ ما انت كنت عارف اني مطلقه واني عندي اولاد، وكنت عارف ان طليقي مستعد يردني عشان خاطر الاولاد. راجل عاقل ومع ذلك رضيت تتجوزني، ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك يا عبد المعطي؟ انا ما اتغيرتش ولا حاجه، لكن الظروف اقوى مني. قول كده بقى، يعني سيادتك طلقتني بعد ما مراتك عرفت؟ لا مش كده، انا كل اللي حصل ان انا عايز ارجع لبيتي ولاولادي، وعايزك انت كمان تعملي زيي، لازم ترجعي لبيتك واولادك. يا سلام، وكان فين الحنان ده على اولادك يوم ما اتجوزتني؟ ولا الحنان ده بيجي وقت ما انت عايز؟ بالعكس يا حبيبتي، الحنان كان كله موجود، لكن انا ما كنتش شايف قدامي. حبي ليك يا عماني عن كل حاجة، ما كنت شايف غيرك انت بس. صافي لازم تفهمي، احنا الاثنين ضحية الحب والالتزام. بقى كده يا عبد المعطي. صافي ارجوك تمشي دلوقتي من قدامي، مش عايز تشوفيني وانا في الحالة دي، سيبيني اكتر احزاني والامي لوحدي. حقيقي انك راجل مالكش امان، بتعيش نزواتك بس بشكل رسمي. انا اللي غلطانة اني صدقتك،
انا فعلا ندمان على ان انا عرفتك. يا للهول طلع من عيني يا صافي. انا ما اعمل ايه بقى حكم القوي؟ يا عبد الحميد ساكت ليه؟ ما تديها في اليوم الاخبر ده. يا عبد الحميد انت غلطانة يا رشيدة. كان لازم تحلي مشكلتك بينك وبين جوزك، ما تدخليش حد تاني. ما تزعليش مني، انا عارفة ان انت مريتي معاه بالتجربة دي كذا مرة. يعني انا غلطانة يا سميرة اني بحاول احافظ على بيتي وولادي وجوزي؟ بالعكس، بس لازم نعرف دلوقتي ان هو ده عبد المعطي، وانت لازم تعرفي هو ليه بيعمل كده كل مرة. لا من قدامك اهو يا سمير، وحشة فيا ايه غلط يعني؟ بالعكس ده انا ايدانه صوابع العشرة شمع، شايلة هم مهم بيته وولاده. الحكاية مش كده يا رشيدة، الراجل دايما يقدر يعيش لبيته ولمراته وينسى الدنيا حتى لو ما كانش عنده أولاد. اديكي شايفة انا وسعيد، هو عارف وانا عارفه ان انا حرمان من اجمل شيء في الوجود، اجمل شيء في الدنيا، الاولاد. ورغم كده دايما محسسني ان هي دي الحياه. معلش يا سميره، بس عبد المعطي عنده ولد وبنت وربنا فاتحها عليه والحمد لله، وانا ست كامله عارفه اربي ولادي ازاي وعارفه اعامل جوزي ازاي. صحيح انا ست زي اي ست، ممكن اتعصب، اتنرفز، ازعق، ازهق، ده شيء طبيعي جدا، لكن في النهايه ليا حياتي وجوزي وولادي. الحمد لله ان انت عندك اولاد مالين عليكي حياتك، بس برضه لازم تفكري في جوزك، لازم تعرفي هو بيتضايق من ايه، عايز ايه. اوعى تفتكر ان الاولاد ممكن يربطوا راجل، لا، ياما بيوت اتقفلت فيها اولاد وحياه. بس اكيد اكيد في حاجه ناقصه وانت اللي لازم تحليها، انا ما اقدرش اساعدك. حاجه ناقصه؟ انا من يوم ما اتجوزت عبد المعطي وانا ماليش غير بيتي وولادي. أول راجل لمس إيدي هو عبد المعطي، أول راجل بصيت في عينيه هو عبد المعطي. ساعتها حسيت إن أنا امتلك الدنيا كلها، حسيت إني ملكت العالم بين ضلوعي. بقيت بحس، بعيش، بفرح، بتألم، بزعل، كل ده عشان الكيان ده، كيان عبد المعطي اللي هو بقى كياني أنا. لكن ما خدتش منه غير الإهانة، الخيانة والغدر، الهزيمة والإحباط.
حاولت أعمل لولادي حياة خاصة، لكن ما قدرتش أفصلهم عنه ولا أفصله عنه. رشيدة، انتي لسه بتحبي؟ أحبه بعد اللي عمل ده كله يا سميرة. ده أنا كرهت حياتي وكرهت نفسي وكرهت الأيام اللي ضاعت معاه. بس بيني وبينك، ساعات لما بقعد أفكر بيني وبين نفسي كده، أقول لو أنا سبت عبد المعطي وعشت مع راجل تاني، حياتي هتبقى عاملة إزاي؟ ليها فكرة فظيعة. مش ممكن أنا من غير عبد المعطي، مستحيل حياتي تبقى مستقيمة. أنا قبلها كده بكل حاجة فيه، بغدره، بخيانته، بهروبه، بكل حاجة. مش قلتلك لسه بتحبيه؟ لما كان بيرجع بعد كل غلطة بيعملها، كنت بحس إن هو عامل زي الطفل الصغير اللي عاوز يترمي في حضن أمه عشان يحس بالأمان. عشان كده يا سميرة كان بيصعب عليا قوي، وكنت بسامحه، لكن مش عارفة لحد إمتى هقدر استحمله. لحد آخر العمر. عبد المعطي بقى قدرك وانتي قدره، والحمد لله ربنا اديكم أحلى حاجة في الدنيا، الأولاد. ولاد إيه بس يا سميرة؟ ما انتي والأستاذ سعيد يعني. لا لا لا، أنا وسعيد حال خاصة، ربنا ادينا القدرة ان احنا نحب كل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، البعيد القريب، نحب الدنيا، نحب الناس كلها. والدنيا من غير ناس تستاهلش. يا ريت دنيتي انا وعبد المعطي ما كانش فيها ناس. ليه بتقولي كده؟ عشان الناس والصحاب والعلاقات هي دي اللي خربت بيتي وجابتني ورا ودمرت حياتي انا وعبد المعطي. على فكره عبد المعطي في حاله، لكن اول ما تظهر واحده من اياهم حاله يتغير. معرفش، يمكن انا علشان ملهيه ببيتي وولادي، مش على باله، مش عاجباه. بالعكس، ده انتي تعجبي عين الشمس. بس برضو لازم تعرفي جوزك بيحب ايه وتعمليه، ما بيحبش ايه ما تعملهوش. هو انا هفهمك ايه وايه بس؟ طب والله عملت كل حاجة، حبيت اللي حبه، كرهت اللي كرهه، عملت كل حاجة يا سميرة. لكن على قولك أحاول تاني وتالت وعاشر ومليون كمان، يمكن. اللي يشوفك وانت قلقان كده على نتيجة فؤاد يقول إن ابنك. الله، طب ما هو فؤاد زي ابني فعلا يا سميرة. من يوم فؤاد ما سكن في العمارة دي وأنا بعتبر روحي مسؤول عنه. ايه بس اللي اخره كده؟ هو لحق يروح الكليه ويرجع، ده بقاله ساعه بس. بقاله اكتر من ساعه يا سميره، انت فين؟ طب بس اهدى حبيبي، فؤاد شاطر. هو ده فؤاد. ماك يا استاذ، ما كنت ايه انت راخر؟ مفيش، روح. يروح فين بس؟ انت اوصالك كلها مغسوله وعايزه تتكوي. مش وقته يا سميره، مش وقته. بارك لي يا استاذ سعيد، انا نجحت. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك يا فؤاد. يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. الف مبروك يا دكتور. مبروك يا فؤاد، يا دكتور فؤاد، الف مبروك يا حبيبي. بص انا محضره الشربات وكنت هفرق على الجيران كلهم، لكن اول كوبايه هتاخدها انت. لا شربات ايه بس يا سميره، يطلع الاول يبارك لمامته ويطمنها ويفرحها. ايوه صح، عندك حق. يلا حبيبي، عن اذنكم. يلا، الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. يلا مع السلامه. يا سلام، الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. اوعى كده،
مالكش دعوه بيا، ما انت خلاص يا حبيبي لقيت لك ام تانية واب تاني. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ده انت الخير والبركه يا ست الكل. اهو كلام، لو كنت صحيح الخير والبركه زي ما بتقول كنت جيت لي انا الاول علشان تفرح قلبي، مش تجري تروح للاستاذ سعيد والست سميره. انت عارفه يا ماما انا بعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ الاستاذ سعيد ده يا ماما ومدام سميره عندهم احاسيس بالابوه والامومه تكفي ولاد كتير قوي محتاجين، وزي ما انت ملاحظه كده كل الولاد اللي في العماره بيحبوهم. انا قلت بقى من ناحيتي يعني احاول اعوضهم شويه. بقولك ايه يا سناء، انا عايز اسافر كده يومين ثلاثه اطل على ماما وبابا وارجع على طول ان شاء الله. تسافري؟ تسافري ازاي؟ معقول يا سناء الكلام ده؟ معقول عاوزه تسافري؟ ازاي بس يا سناء؟ ازاي عايزه تسافري وتسيبيني؟ قصدي يعني هتقعدي قد ايه؟ يعني يومين ثلاثه بكتير قوي ان شاء الله وارجع على طول. يومين ثلاثه يا سناء؟ عشان ايه ده كله؟ ما انت اذا كنت عايزه تطمني عليهم ممكن تسافري اول النهار وترجعي اخر النهار. ازاي بس يا سناء؟ ما ينفعش اروح وارجع في نفس اليوم. سناء يا حبيبتي انا عايزاكي تكلميني بصراحه، حد مننا هنا زعلك ولا زهقت عشان كده ناويه تسافري وما ترجعيش؟ بالعكس يا حبيبتي انا مش زعلانه منكم، بالعكس انت عارفه انا بحبكم قد ايه وبحب ازهار قد ايه. ايه رايك لو اخدها معايا؟ وماله يا حبيبتي وماله، حتى جدها يشوفها اكيد وحشته وهي كمان تغير جو يعني. واذا كنت عايزه تقعدي لك يومين ثلاثه مفيش مانع. ايه رايك انت كمان لو تيجي كده تقعدي لك معانا يومين ثلاثه؟ على الاقل هترتاحي من هم الشغل للنهار وتشمي هوا نقي. يا ريت يا سنيه، بس انت عارفه بقى يا حبيبتي انا عندي امتحانات فتره لازم اعملها للبنات، وبعدين ما تعطلينيش بقى. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القهوه معلش اشربيها انت بقى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عارف مين كان عندنا النهارده؟ مين؟ عقيله مرات عباس افندي. اخيرا افتكرت. بتسلم عليك قوي هي واميمه. الله يسلمها. وأميمة كانت معاها؟ آه، أصلهم كانوا بيزوروا أم الدكتور فؤاد وبعدين فاتوا عليا. فاتوا عليكي؟ يعني مش جايالك زيارة خصوصي؟ ما أنت عارف بقى طول عمرهم جيران. لا وبكرة هيبقوا أكتر من الجيران. قصدك إيه؟ ما هو الست عقيلة عشان تيجي لحد العمارة هنا يبقى اللي جابتها هي أميمة. يعني يا ماما مش ممكن تخطبوها لي؟ ان شاء الله حتى يعني قرايه فتحه. اختي انت ابني مستعجل وملهوف قوي كده على ايه؟ يا ماما انا نفسي اقعد معاها براحتنا، ولما اروح عندهم البيت ابوها ما يمنعهاش انها تقعد معايا. الله، طب ما هي اوقات بتيجي هنا تزورنا وبتقعدوا مع بعض. ما هي طنط عائله بتيجي تقعد معاها. انت ابني عايز تقعد معاها لوحدكم تقولوا ايه؟ ما انتوا خلاص عارفين هي بتحبك وانت بتحبها وباذن الله هتتجوزوا لما تخلص عليها. ماما بس يعني لما بس انت بس ايه اطمن انت خالص يا ابني مالكش دعوه. الله، هم هيلاقوا زيك فين؟ طب بس مش المفروض يكونوا عارفين؟ عارفين ايه ان شاء الله؟ عارفين ان انت بتحب بنتهم وبتقابلها كل يوم من وراهم. بقول لك يا ماما لازم يعني حضرتك تروح لطنط عقيله وتلمحي لها يعني وتقولي لها ان فؤاد عاوز اميمه. اسمع بقى اما اقول لك، انا لا هتكلم مع طنطك عقيله ولا هفتح بقي بكلمه خالص لغايه انت ما تخلص عليا. يوهو، هو انت شويه يا ابني؟ ده انت هتبقى دكتور قد الدنيا. لطفي انت لسه نايم؟ يلا بقى عشان تروح المدرسه. يوه هتتاخر يا ابني. طفطف قوم بقى بلاش دلع.
ايه ماما سيبيني عاوزه انام. يوه على الطبله وسنين الطبله واخدها في حضنك طول الليل. قوم بقى يا حبيبي عشان تروح المدرسه، ولا ما انتش ناوي تروح؟ اختك الصغيره لبست من بدري. لا يا ماما مش هروح. ليه يا حبيبي حصل حاجه؟ اصلي تعبان. عندك ايه؟ حاسس بحاجه؟ مش عارف، اصلي بطني بتوجعني. بطنك منين؟ من هنا كده؟ شكلك كده جايلي في حاجة مهمة، يا ترى إحساسي صح ولا غلط؟ لا إحساس حضرتك مظبوط يا أستاذ سعيد، بس اللي أنا عاوز أعرفه يعني حضرتك عرفت إزاي؟ يا فؤاد يا ابني أنا بحس بيك على بعد كيلو. إيه مالك؟ إيه اللي شغلك يا فؤاد؟ الحقيقة يا أستاذ سعيد، الحقيقة يعني أنا بحب. طب وماله يا ابني؟ ده الحب ده أجمل وأشرف إحساس في الدنيا، وأنا برضو لما كنت في سنك كنت بحس بالإحساس ده، بس الحمد لله خلاص الوقت ربنا تاب عليا. قول لي بقى أنت حكايتك إيه بالظبط؟ أنا بسمعك، احكي لي كل اللي عندك. في الحقيقة أنا معاك يا فؤاد في كل اللي أنت بتقوله ده، بس ما تأخذنيش يعني، مش شايف يا فؤاد وأنت لسه يعني ما خلصتش الطب، مش يبقى بدري شوية لما تتقدم له؟ هو أنا الحقيقة مش عارف أعمل إيه. طيب على الأقل أشوفها وأطمن عليها. ما تتصورش حضرتك أنا حالتي بقت شكلها إيه لما ما شفتهاش الكام يوم اللي فاتوا دول. ماشي يا سيدي. طيب بس انا رايي اننا نمشي في الموضوع خطوه خطوه. ايه المانع ان الست الوالده تروح تزورهم وتطمن لك على اميمه، بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. تعالى هي المفازيل الحلوه دي طلب. بقول لك ايه، جيب لها خضار سوتيه مع لحمه مسلوقه. بقول لحضرتك حضرتك فاضي اللي سقعه ده مش مفهوم. وانا بقول لحضرتك جيب لها السوتيه مع لحمه مسلوقه. هو مين صاحب المحل، انا ولا انت؟ حضرتك طبعا. خلاص يبقى اسمع كلام. يلا يلا يلا. المازيل دي فعلا محتاجه يا هاني. ايه ده؟ خضار سوتيه باللحمه المسلوقه. بس انا طلبت مسقعه باللحمه المفرومه. ايوه يا فندم، بس اللحمه كويسه قوي. هو انت هتاكلني على مزاجك؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي مزعلك يا هاني؟ حضرتك
المفرومه، يجيب لي شوتيه لحمه مسلوقه. وبعدين معاك بقى التوهان اللي انت فيه ده، الهانم طلبت مسقعه بلحمه مفرومه، يبقى اللي يجي مسقعه بلحمه مفرومه. ايه ده؟ يلا يلا، وايه اللي هخصم منك اسبوع بحالي؟ لا خلاص مفيش، يلا 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 روح جيب طلب. احب اقدم نفسي لحضرتك، انا عبد الناصر صاحب المطعم ده كله، واذا سمحتي لي يسعدني جدا اني اعزم حضرتك على الاكله دي. لا ميرسي شكرا. لا ميرسي ازاي؟ الشكر زي ما ينفعش، اصل اذا حضرتك ما قبلتيش انا هضطر ان انا افرده، والراجل ده عنده بيت واولاد هيتشردوا. لا طب انا موافقه على عزومتك. ميرسي جدا يا هاني، ده من لطفك وظرفك وطيبه قلبك، ربنا يخليكي لخدمه المجتمع.